مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم. اليوم صراحة بغيتكم تعطوني الرأي ديالكم في واحد الفكرة أنا شخصيا عجبتني بزاف ودارت الانتباه ديالي، وقلت لازم نصورها لكم ونشاركها معكم. وهي لقيت في الدخلة ديال المستشفى معلقين بزاف ديال الميساجات، رسائل وصور مرسومة من أطفال. صراحة غادي تقولوا لي إيش في هذه الميساجات؟ هذه الميساجات هذه مكتوبة من أشخاص مجهولين، كبار صغار. والأجمل صراحة اللي عجبني بزاف وهي رسومات الأطفال، يعني البريئة واللي صراحة معبرة جداً، اللي كيشجعوا فيها الأطباء والممرضين والممرضات، وكذلك المرضى اللي تقاسوا بالفيروس كورونا وكنتمنوا لهم الشفاء العاجل. صراحة بادرة طيبة. صراحة كنحيي صاحب الفكرة، وأكيد أكيد هذه الرسائل وهذه المساجات يعني العفوية غادي تطلع من المورال ديال الناس المرض، وغادي تشجع جاع الأطباء والممرضين والممرضات وكل الأطر الصحية. جميل جدا في وقت الشدة بحال هاد الظروف اللي احنا كنعيشوها، الواحد يعني يشوف بحال هاد التآخي وهاد التآزر وهاد الاتحاد ومد يد المساعدة ولو بكلمة طيبة. حاولت نعطيكم باختصار المضمون ديال هاد الرسائل اللي صراحة كترفع من المعنويات الأطباء والممرضين والممرضات وكاع يعني الأطر الصحية. كما قلت لكم يعني حاجة زوينة بزاف، وكاع الناس أي واحد يعني في الدخلة ديال المستشفى لابد كيوقف وكيقرا داك الميساجات وكي يعني وكتشوف يعني يعني حاجة زوينة بزاف. أنا ما عارفة كيف نعبر لكم، لكن أنا شخصيا عجبتني بزاف بزاف بزاف. اليوم 25 أوت، على بركة الله أول موعد مع الطبيب ديال ياسمين بعد يعني هاد الظروف اللي عشناها ديال كورونا والحجر الصحي. صراحة واخا هكاك، واخا ما كانتش يعني الفيزيتات يعني مواعيد مع الأطباء يعني في المستشفيات، لكن صراحة هنا في إسبانيا كان يعني كانت الاستشارات الطبية أغلبها كانت يعني هاتفيا أو يعني عبر الإيميل كذلك. يعني صراحة حاجة كتحس براسك أنك يعني واخا هكاك رغم الظروف الناس قايمين بالواجب ديالهم، ويعني والاستشارات الطبية مستمرة كي قلت لكم عبر الهاتف وعبر الإيميل. فصراحة انا صراحه ما عندي ما نقول في هذا السيستم ديالهم، لانه الصحه عندهم صراحه او الخدمات الصحيه صراحه عندهم على مستوى يعني يعني لا بأس به. المهم على بركه الله، واحنا في طريقنا للمستشفى بيدي برون، هذا اكبر مستشفى عندنا في برشلونه، ما شاء الله فيه اطر ويعني ما شاء الله اكفاء، ويعني مستشفى على يعني مستوى عالي صراحه. وعلى بركه الله احنا ماشيين في الطريق ديالنا كما شفتوا. خليكم معنا وتابعوا الفيديو للآخر حتى نوصلوا إن شاء الله للمستشفى، وشكرا لكم.
وصلنا بخير وعلى خير. دابا غندوز ناخد رقم يعني الموعد ديال الفيزيتا. كنحتاج هاد البطاقة هادي ديال ياسمين وباش ناخد الرقم. هاد البطاقة هادي ان شاء الله غادي نخصص فيديو خاص لها، لانها بطاقة كتعطى لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعندها العديد من المميزات. المهم هذه هي الآلة اللي كناخد منها الرقم، لانه هنا كل شيء المواعيد مسجلة ويعني هنا كل شيء منظم صراحة. وكندوز كما كتشوفوا هنا في الدخلة ديال الباب حاطين هاد يعني هنا فاش تعقم اليد ديالك ضروري، وكذلك الكمامة ما نساوهاش ضرورية جدا باش تدخل المستشفى، ما عدا الناس اللي ما كيس يعني ما كيستحملوش يديروا الكمامة. المهم غادي تشوفوا هنايا الكراسة كيفاش منظمين. هنا الناس محتارمين اجراءات السلامة صراحة، واخدين الامور بجدية، ويعني الانسان واعي بخطوره الامر، يعني الناس هنا واعيه بهذا الفيروس هذا وكتحترس منه، والوقايه خير من العلاج. المهم الى هنا انتهى يعني الفيديو ديال اليوم. نرجع للدار انا وياسمين، والى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا لكم.